من يريد أن يخترق قوة الدولة وجبروت الدولة بعد أسبوع سيراها، سواء كان تاجر بسيط أو كان موزع أو كانت مؤسسة إنتاج الحليب. بعد أسبوع من يريد أن يختبر قوة الدولة وجبروتها سيرى الرد الفاعل المفعل القوي. لا نجاري، لا نجاري. جئنا للقضاء على هذه العصابة اللي ما حبش تخاف مولاها، عايشة على ظهر الزوالية، الحليب تاع الزوالية، وما اتقتش المولى عز وجل. هذه بقايا العصابة اللي كنا نتكلم عليها، أنا أوانها. اليوم بدينا بالحليب، بعد أسبوع جماعة الخبز اللي دايرين ديرو جيس دو كوميرس ويخرجوا الفارينة ويروحوا يبيعوها مارشي نوار. دقت ناقوس إزالتها. بعدها جماعة السميد، جماعة الفارينة، كل المنتجات المدعمة من طرف الدولة ستباع بسعر الدولة. حنا ما قلنا حتى الواحد أروح دير الحليب، ما قلنا حتى واحد أروح نقل الحليب، ما قلنا حتى واحد أروح بيع السميد. جاو يبيع، يبيعوا بسعر الدولة. اللي ماهوش قادر يجبد الأطراف. ونعرفوا ثم سترون وين راح. راهي كاين مافيا صغيرة لتحت، هذوك صحاب اللي يوزعوا، وكاين المافيا الكبيرة راهي الفوق اللي تدي البودر. ستنكشف. أسبوع برك، أسبوع مصالحي، أسبوع عندكم في يدكم. تكون كلش عندي موجود. أسبوع سنبني هذا المنظومة المعلوماتية. أسبوع تولي شكارة حليب معروفة من تخرج حتى الآخر، وستقتطف الرؤوس. من سولت له نفسه سواء في الأعلى أو في الوسط أو في الأدنى أن يجاري سرقة البودر أو تحويل البودر أو سرقة أموال الشعب، فالعدالة بانتظاره. أقسم لكم بالله قسما عظيم لن أرحم ولا شخص. هذه مسؤوليتي أمام الله، مسؤوليتي أمام الرئيس، مسؤوليتي أمام الدولة. أسبوع في يدنا، ماشي عشرة. أنا مش وزير تاع الحليب، عندي 70,000 خدمة. أسبوع نطلبوا من الشعب الجزائري ينتظرنا 10 أيام فقط.